ما هو سر المرمون الموناليزا؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع دافينشي الرسام. سر الموناليزا الأشهر في العالم ممكن يكون سعرها مليارات، مش هقول طبعا مليارات الدولارات لأن مش عارف الدولار بكام النهاردة بصراحة، مش عارف ب18 بتسعين، ملناش دعوة. المهم ان اللوحة دي بالاخص ملهاش الشهرة دي كلها بسبب قصتها او شهرة الرسام اللي رسمها، شبه ما قلت جزء صغير بسبب دافينشي يعني اللي هو الرسام اللي عملها اللوحة، بتغلى بسبب ان هي صاحبها او قصة اللوحة. بس في عوامل تانية بقى في الموناليزا مش موجودة في اي لوحة، بغض النظر عن عبقرية الرسام وشهرته، الا انه ملحقش يشوف شهرته بعينه، مات. اللوحة اتعملت في القرن الستاشر وبيطلقوا عليها برضو غير اسم الموناليزا الجيوكندا، والست اللي في اللوحة دي بتمثل ليزا جيارديني او جيارزيني، مش فاكر قوي بصراحة، واللي هي كانت زوجة جيوكندا. بس السؤال هنا بقى، دافينشي ليه يرسم مرات واحد تاني؟ المهم ومعروضة في متحف اللوفر في باريس، وده اللي مش غريب لان ده معلوماتها عادي جدا ممكن اي حد يعرف. الغريب بقى هنقوله دلوقتي، وهو ان الست المرسومة الاستاذة ليزا من الواضح في الصورة ان هي مرسومة من غير اي حواجب ولا رموش. جاء بقى مهندس في هذا العصر قال لك لا احنا ما ينفعش نسكت، اسمه باسكال، اسمه باسكال كوتي، ما سكتش بقى، قال لك احنا لازم نشوف حواجب ليزا راحت فين، لا يكون حد نتشها وجري. المهم عمل تجارب كتير على اللوحه، وكانت تجربه من ضمن التجارب دي ان يحط اللوحه تحت الميكروسكوب عشان يشوف كل درجات وطبقات اللوحه اللي متكونه منها. وهنا المفاجاه بقى، يكتشف سر اختفاء حواجب ليزا. عصر ما اللوحه اترسمت في الزمن بتاعها يعني، كان عاده من عادات النساء انهم يشيلوا حواجبهم ورموشهم، وان في اللوحه في مكان للرموش بس الشعر مش موجود. تاني حاجة حيرت العلماء ان الموناليزا كانت تمتلك ابتسامة مجهولة تماما، تقدر تقول مش ابتسامة كده يعني، انت مش فاهم هي زعلانة ولا حزينة ولا شايفها مبتسمة، بس لو ركزت شوية هتلاقيها حزينة. وساعتها جابوا لها عالم في قراءة الجسد وعلم النفس وبرضه ما كانش فاهم، فاضطروا يحطوا الموناليزا تحت جهاز عشان يكتشف تعبيرات وشها بتوحد ايه. لقوا انها هي 82% مبسوطة، 9% خايفة، و6% مشمئزة. ايه مشمئزة دي يعني؟ مش فاهم انا ايه مش مهم. و2% غامضة. الجهاز ده لو كان في مصر كان زمان الشباب مكسرة نفسها عليه. فكرة بقى ان هو من حواجبها وابتسامتها قدروا يوصلوا لعادات كانت من قرون، حواجبها وابتسامتها بس، غير طبعا الرموز اللي في عينيها، يعني في العين الشمال بي دي اي. العلماء قالوا بتوحد دافينشي، العين التانية كان فيها حرفين ال اي تقريبا، ما قدروش يوصلوا الرموز دي لمين، ده غير الخلفية. بس الفكرة بقى ان احنا لو قعدنا نتكلم عن اسرار الموناليزا الفيديو هيقعد معانا لغايه نص ساعه ساعه، وانتم مش هتستحملوا طبعا، فللاسف هضطر اقفل الحلقه ونكملوا بقى الفيديو الجاي باذن الله. اول ما اعمل حاجه كده هناديك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.